بتاع مسرح ورا الفن بيجري ويسرح وده هاني شاعر اغاني رباعياته مزهقاني وياني ياني 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 وده جراسي يا ناس بلدينا على ربابته بيسرح بينا وده كيبو بيخنق فينا ومسودها يا ناس عقلينا رئيس بالتاكسي ويدوس فينا وده فادع من مدير عنده افكار كتير ممكن يعمل اساطير اصل عقله كبير وده بلبل بلبيل وشاه حبيبته مطلع عينه ومقضي كل حياته حب وتبادي سته واحد هما واحد اصحابه عيله وكتف كتف مهما الدنيا تدور وتلف عالشر والخير متفقين سته واحد هما واحد كل حياتهم سف بسف ضربوا الهم ده مليون كف ولا حد منهم يبقى حزين ستة واحد ستة واحد ستة واحد هتعمل ايه يا جو؟ جو ايه على جو؟ جو ما تهزر ايه اللي جرى؟ اسكت خالص اسكت خالص وايه اللي اسكت خالص؟ يا جماعة حد يفهمني في ايه وايه اللي جرى؟ انا مش قادر اصدق يوسف قتل فادي نهار اسود عليكم انتوا مجانين فادي فادي انت كويس جت مش قادر اتنفس ما كانش قصدي ما كانش قصدي يا جريس يعني ايه ما كانش قصدك انا دوست على المسدس غصب عني قتلت فادي فادي اللي كان اقرب حد ليا فيكم كان اكتر واحد فيكم بيقف جنبي فاكر لما قابلته قال لي انت ممثل حلو قوي يا يوسف كان دايما بيحضر كل مسرحياتي قتلته فاكرين لما كان بيخرجنا في اماكن محدش بيعرفها غيره مين اول واحد علمنا نرقص صلصة عامل ايه من بعدك الثاني سامحني يا صاحبي سامحني بس هو مش هيسامح يسامحني مش هيسامح اسكت مش هسكت ومش هيسامح اسكت مش هسكت وهو مش هيسامح اسكت يا جراد مش هيسامحك لانه مات مات لما دست على المسدس وقتلته وقتلت الفرحة جوانا فادي فادي قوم ما قلتش انك هتسيبني يا صاحب ما تسيبنيش لوحدي يا فادي تعال تعال جو هموت بجد يا جو اسكت يا حيوان هموت انا هموت بجد يا جو يا جو هموت 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 انتوا بتهزروا يا ولاد يا ولاد يا ولاد بس صاحبك صاحبك يا راسي
وكمان مسدس ليه يا جماعه؟ ولا اصحى بقى اصحى ميه 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 يا جدعان ميه بسرعه. هتموت واحد فينا في مره يا يوسف، هتموت واحد فينا في مره. قول انك قول انك مسامحني، قول مسامحك وحط امك، قول مسامحني. هات هنا كل يلا يا جماعه سقفه للتاكسي. مش طبيعي بجد، مش طبيعي يا يوسف. بقول لك ايه اللي حصل ده فادي؟ صوره نزيع. ها قول بقى نزيع، خلي الناس تنبسط يا جدعان. اخر حاجه اقولها لك، اخر حاجه اقولها لك، وحط امك وحط امك. ايه رايك في لون شعري؟ لا هو هو يا يوسف. خلاص بقى خلاص بقى، حط امك. كنتش اعرف انك غبي وايديك تقيله قوي كده. عشان ما تهدى بقى يا عم جراتس وتروق كده. في ايه يا عم؟ يا عم انا هادي، انا بس مش فاهم ليه الهزار البايخ ده. مفيش يا زين، جو كان عنده دور كده بيتدرب عليه. ايوه دور واحد بيقتل واحد صاحبه. مش بالظبط كده، هو بص هو دور واحد بيخش على اصحابه بيلاقي واحد صاحبه قتل واحد صاحبه، فهو كان عايز الرياكشن الحقيقي بتاع صاحبه اللي داخل. بس بجد يا دي يا جراتسي انت عملت حته من الرياكشن. انا مهما ان انا افكر فيه انا ما كنتش عرفت اجيبه. ابقى اشوف له اي دور معاك يا عم. بصراحه بعد اللي عمله ده بطوله لمسلسل رمضان الجاي. اسكت يا دافي. انا برشحك لحاجات يا ابني. انا مش فاضي. انا بس نفسي اعرف انتوا اخترتوني يعني ليه تعملوا فيها المجلد ده؟ يعني انت مش عارف ليه يا عم جراتسي؟ لا مش عارف. يوم الثلاث. الثلاث؟ اللي فات. فاكر؟ طب مش هيستاهل بوج كوم كم معلقه يا فادي؟ معلقه. وانت يا كيبو؟ ثلاثة. هاني كم معلقه؟ مظبوط. وانت يا وادي يا بلبل؟ واحدة. واني كمان واحدة. قعدة الشاي دي بقى يا جدعان بتبقى لما الواحد وفي يا جدعان بس انت انت ما سألتش يوسف كم معلقة سكر؟ طيب عادي يعني كم معلقة يوسف احط لك كم معلقة في الشاي يوسف بتاعك؟ خلاص يا جدعان ما عادش ينفع. قالوا زمان دنيا دنيا ضرورة. ما عادش ينفع. عرفت بقى ليه يا عم جراتسي؟ عشان ما حطيتلكش سكر. طب ما تعرفش الموقف ده أثر فيا إزاي؟ كسرتني وجرحتني. كسرتك عشان أني ما حطيتلكش سكر؟ ساعتها حسيت إن أنت ما عندكش قلب. قلب اللي هو ده عشان أني ما حطيتلوش سكر. أنت جبت القسوة دي كلها منين؟ إيه؟ قسوة عشان أني ما حطيتلوش سكر. يوسف أني ما قصدتش أجرح. وبعدين ما تكملش. أنت مش عارف أنت كمان عملت إيه يوم الأربع. عملت إيه تاني يوم الأربع؟ طقم رز بلبن يستاهل بوجو كوم أستاذ فادي. وأنت يا كيبو ولد يا هاني ودي يا بلبل وده بقى بتاعتي يعني. الزبادي ده بيبقى لما في ايه يا جدعان؟ جراتسي انت مش قادر ولا انت بس يا عم ما سالتش يوسف هتاخد رز بلبن ولا لا؟ طيب عادي يا جماعه رز بلبن بتاعك يبقى في الحاجات اللي خلاص يا جراتسي ما عادش ينفع. قالوا زمان دنيا دنيا ضروره. ما عادش ينفع. عرفت بقى ليه يا عم جراتسي؟ عشان ما اديتكش رز بلبن. طب ما تعرفش الموقف ده اثر فيا ازاي؟ كسرتني وجرحتني. كسرتك عشان اني ما اديتكش رز بلبن. ساعتها حسيت ان انت ما عندكش قلب. قلب عشان اني لما كنت ما اديتلوش رز بلبن. انت جبت القسوه دي كلها منين؟ القسوه دي عشان اني لما كنت ما اديتلوش رز بلبن. يوسف اني ما قصدتش اجرح. وبعدين ما تكملش. ستة واحد. يعني كلكم عملتوا كده عشان يوسف؟ حتى الواد ايه ده؟ الواد هاني ماله واقف كده؟ يا نهار اسود. انا قلت له اقف فيكس وما اتحركش غير لما اقول له. اوكي يا هاني. يا جماعه التمثيل ده طلع صعب قوي. انتوا بتتعبوا قوي يا يوسف والله العظيم. حقك الله يا صاحبي والمصحف نسيت اقسم بالله. لا لا ولا يهمك بس ايه رايك بص ايه كنت واقف بص ما بتهزش. برنس حبيبي يا جو. هو التيشيرت ده ايه يا جماعه معلش؟
انا سالت يوسف قلت له انا عامل ايه قال لي عامل شماعه فقلت تفصيله يعني حط التيشيرت اه والله يا جماعه تفصيله خلاص بقيت الشماعه اللي بتعلقوا عليها اخطائكم وتيشيرتاتهم حلوه كيف وكيف طب انت انت عملت كده ليه فاكر يوم الثلاث اللي فات قالوا زمان بقول لك يبقى قالهم نص ساعه بيقولوا لي على يوم الثلاث اللي فات صاحبك لو زعلان لازم تواسيه اصله يا عيني تهان واحد صاحبه نسيه لا يا شماع طب وانت يا كيبو عملت كده ليه لا انا صحيت من النوم الصبح لقيت نفسي فاضي كده فقلت اشترك معاه عادي يعني وانت يا بلبل انت يا فادي فاكر يوم الخميس لا لا فادي انا مش قادر نرجع فلاش باك تاني ولا خش في اي موضوع سوري بلبل سوري بلبل خلاص كانك اتكلمت يا اخويا قول لي بقى انت عملت كده ليه لا انا يعني لقيتهم كلهم مظبطين حاجه فانا مش هقعد لوحدي يعني اشارك معاهم مش معنى انا انت ماشي يا اسطى عشان انا خدت القضيه الزرقاء وانت خدت القضيه الصفراء يا اصفر ملهاش علاقه انا بس اللي هيجنني انتوا ازاي عملتوا الموضوع يعني بالمصداقيه دي انا صدقت والله نهار ابيض يا جراكس انت لو تعرف احنا تعبنا قد ايه في اليوم ده و طب ما تحكي له يعني انا شايف بدل ما توصف له احكي له طب يلا يا جماعه بقى كله يجي لي هنا هنعيد الحكايه عشان جراكس يدخل ايه يدخل معانا يلا فعلا دلوقتي الخريطه يا كيبو تعالى يا برنس افرد الخريطه يا عم تعالى اصبر يا بتعمل ايه عيد لي اللي هنعمله دلوقتي هنعيد الحكايه فردنا الخريطه يا عم جراتسي وهتسمع الكلام اللي انا هقوله دلوقتي بصوا يا رجاله احنا دلوقتي في مكان التنفيذ تمام تجهيز اللوكيشن هياخد وقت طويل جدا وجراتسي فاضل له ساعه بالظبط ويجي كل حاجه هتتم بعد التلقين مباشره كل واحد هياخد مكانه زي ما هقوله دلوقتي استاذ فادي هتبقى نايم على الارض بلبل نقطه المتابعه استاذ هاني هتبقى واقف فيكس ما بتتحركش ابدا اما انت بقى يا عم كيبو الموسيقى التصويريه تمام يا رجاله تمام اللحظه دي هيتم فيها قلت ليه ما قلت ليش كده من الاول كان لازم اعرف ان كلكم في مهم انا مش اقل واحد فيكم صحبه ليوسف عشان ابقى اخر واحد يعرف كان لازم اشارك معاكم الاول انجح افشل مش مهم زعلان منكم كلكم كلكم جراتسيا جراتسيا احنا عملنا كل ده علشان مصداقية الرياكشن الحقيقي اوكي جراتسيا يوه جراتسي ايه ده خلاص بقى يا جدع صاحب المكان جه حد عندك هتكسفه ولا ايه فين ضحكة جراتسي ايه ده؟ ايه؟ في ايه؟ صدقتوني صدقتوني انا يعني بصراحه يعني يا جماعه ويوسف بيحكي كده انا يعني استلهمت مشهد للاستاذ علاء مرسي في فيلم فريق العائلات فيعني بما اني ضحكت عليكم يعني وصدقتوني فاني بقى اقنعتكم بس بدي بقى ناخد صوره مع بعض ماشي